المناعيل اللي طفشوا لا من دور لا وخروم ولا ضايع التاني يا ما دخلت التاني والله ما فرحت عليه. أني كسحت يعني جيت أجر في رجلي جر في الدار هذا. في ناس بدهم ياخذوك هي وتروح على البلاد تتفرج على دارك وتقعد غاد. يا من درى دارك انت اللي في ابنك. يا من درى يمه يا من درى يقعد علي ما هو حدانا ان شاء الله. يا من درى علي ما هو حدانا استغفر الله العظيم استغفر الله. انت بس انت الابيض يما قدام الحبايب شافي الثلاثه والله شنو شفت لنا حدا شاف ايش شفتي؟ والله يما والله ما نستجد اعمل على الصدر غير. ليش؟ خفت بيد النار يجي. مين هم؟ يهم. ايش بيسووا معكم كانوا؟ كبالين من هان وكبالين من هان. يبنى بلد متحوطة متحوطة بجنبع كلابين الشباب تطخ وتشرب. مين هم الشباب؟ هداك تطخ ويشرب واللي في الدار ينصاب. الفدائية؟ والله شي يستعوى بيموت وشي يستعوى بروح المستشفى. تعطل من وين؟ درزية هيش تجيبكم هانا هذا مش لكم هذا النح. أهد الله يا ابني هاي كيف فكرتوني؟ قلت لها إلك وإنا مش إلك لحالك إلك وإنا. قالت لا أنت مركوش هي جاي من القدس جاي تزور سيدة مهري واضطر فيها. هذا اللي عرفت. ودرزية يما درزية حشوا علينا يما والله ما خلوا لنا شيء للحال. خلاص طيب في الإحرام في الحجارة ومسخبة ومليلة وطول الحال وطول الفرشة وطول الوسادة وطول الحزن لحالي. ضليني يا ستي بعدين طردونا. الله يا ستي ما ضل معانا ولا نسيت بس انت مستجد تروح على السوق ولا انت مستجد تروح على مصر لتروح تملي الجرة. والله يا ست زي السرقة حبيبي أين ظل رجلي لما وصلنا. الله يطلعنا قبل كل من طلع نقوه كل من طلع نقوه بقوه. والله يا جدة كل يوم جنازة كل يوم جنازة وإحنا صبايا ومسخنات بدنا نرطب للظهر. يا ربي انت تعلم وغيرك لا يعلم. يا ربي انت تعلم وغيرك لا يعلم. انت تعلم وغيرك لا يعلم. ابني شفنا تعفنا دورت علينا شفنا تعفنا والله صردنا في الليل يا ابن الدور عشان نضور لا نضرع التاني والله. طب ابوك ايش كان يشتغل ابوك؟ ها؟ ابوك ايش كان يشتغل؟ يلا يما يحرق ويدرس بالجش الدمات يزرع سلمة أزرع وسلم قمح. وانتو ايش بدك تسوي؟ ما وانا دخلنا ابوك الاخرين واشر الدومة. اني نحط عندك بالاجار وعندك بالاجار وياخذ حصته واحنا ناخذ حصته. هاي حصته وكرومنا يما نروح نعذب فيه ونقعد فيه. يلا يا اهل الله والبيت واللي بناه. صار يا سيدة أبو هريرة يا ستي سيدة أبو هريرة اللي شال حاله هيك يا ستي من الواقف والروح طلعت واحد أفهم يا ستي يبدأ الحين الكل بروح زوري. أنا الآن أنا بقيت هان روح زورته بقول لي أنت وين رايحة؟ هو في وسطه تكلم قلت جاي ازور سيد ابو هريره تتحرى مش ولا كلمه. والله
العكاز سيدي. قال جاي يزور سيدي ابو هريره. قلت له جاي يزور سيدي ابو هريره. اولادي هذا بنتين ثلاثه وبنات بنتين. جمع الدفتر معاه يا حبيبي وقاعد فاتحه هيك وقاعد بقراه. يهود للدروز. الله يا احمد هذه اخر مره اللي روحوا تعليم، اخر مره زرتوا على اولاد اثنين السيد وعطل. قرينا البلد كلها قريب اسمه. كان ضلها باصحاب البعير واصحاب الكل. نسيت رحله والناس كلها وراهم رحله. ضلينا اللي يموت انا يموت واللي عايش ايوه عايش. تقعدوا معاي وانتوا زايرين النبي يا رب. والله يمد في اعماركم ويخلي لكم اولادكم يسرع ولاياكم يا رب. تحت الرحمه يا رب. الله يرضى عليه. الله يرضى على ابني. الله يرضى عليه ويخلي له اولاده يا رب. جابني قبل الكل يا ما هي البيت هذا اللي بالك هاي السنه نزلوا له وحطوا. والله الصبح يا ولدتي من طلعت يا احمد عاد اتخذ من ده طلعت من تخت الا اني بقعد. الحوائج خذ المختار عوض الله يا حجة. هذا طلته والله بنعرف كيف بنعرف كيف طلته. حيا ولف. لا حلو. اه والله والله ولف. الحمد لله يا بني. حجي كيف ننسى مش هيك يا الله رايد. موسم الزيتون قرب. اللي كتب غلب يمه اللي كتب غلب يمه. نستنى لوعدنا ومكتوبنا يمه اللي مكتوب لنا. نستنى فيه. الزيتون. لقيت على بابكم يمه لقيته مسكر. أنا حزانة يما والقلب يفكر يما. كيف بقيت تسوي في الزيتون؟ ها؟ كيف بقيت تسوي في الزيتون؟ الزيتون اللي في أرضكم كان. أيوه. والله يا ولدتي إن ضل يومين ولا في زيتونتين والنهجين. اضحكوا. تعالي عندي يا اختي وسليني يا اللي قاعده على الشباك تنظريني.